فهمني حاجه بقى. ايوه يلا ضحك كده. يعني ده قالوا تقوس في رجلي الطرح. احضنها بقى احضنها من ضهرك يعني. كده كده هتكسر ايه؟ امسك ايديها دي. لا لا مش صوابع كده. النبي داري الطرحه دي الصوابع. مش تعملي كده. هو هيمسكها. لا لا انت امسك ايديها. هو هيمسك ايدك.